طبعا مقاومة الضغط يا جماعة بنحسبها ببساطة خالص، الحمل اللي حصل عنده انهيار العينة على مساحة مقطع العينة بجيب مقاومة الضغط. خد بالك لازم يبقى معاك لكل عنصر خرساني على الأقل 3 عينات كور. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يعني لو أنا بختبر مثلا عمدان وأسقف وقمر، هاخد للعمدان 3 عينات على الأقل، الأسقف 3 عينات على الأقل، القمر 3 عينات على الأقل، عشان يبقى عندي تعبير عن كل عنصر تعبير صحيح ودقيق. عينت مقاومة الضغط للثلاث عينات بنفس الطريقة اللي فاتت، هنعمل حاجة بسيطة قوي يا جماعة، هنجيب متوسط نتائج الثلاث عينات. يعني لو عندي عينة مثلا مقاومة الضغط بتاعتها 200 والتانية 225 والثالثة 250، هنقول 250 زائد 225 زائد 200 على الثلاثة، هنجيب نتيجة. النتيجة دي يا جماعة لابد لا تقل عن 75% من مقاومة الضغط التصميمية. إذن متوسط نتائج الثلاث عينات لا يقل عن 75% من مقاومة الضغط التصميمية. أيضا لابد أن يكون مقاومة الضغط العينة الواحدة ما تقلش عن 65% من مقاومة الضغط التصميمية. طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه أنا بقارنش بقولش أن العينة بتاعتي بتساوي 100% من المقاومة التصميمية؟ لازم تراعي أن الخرسانة بتاعتك أو الخرسانة اللي حضرتك بتعامل معها دلوقتي خرسانة أجهدت وتحملت، إذن هذه خرسانة مجهدة. الحاجة التانية يا جماعة ان هذه الخرسانة تعرضت لإجهادات كمان اثناء ما انا باخد العينة، كل ده يا جماعة ممكن يقلل كفاءتها بنسبة 25%. عشان كده لو كان متوسط الثلاث عينات اكبر من 75% من المقاومة التصميمية بنعتبر ان الخرسانة بتاعتنا ناجحة وبنكمل مع هذا المنشأ او هذا العنصر. اخر حاجة تراعيها في اختبار الكور يا جماعة ان العينة بتاعتك اللي انت خدتها ما يكونش فيها اي اسياخ تسليح، لان اسياخ التسليح هتعمل لي مقاومة ضغط عالية ولكنها مقاومة ضغط كاذبة. عشان كده لازم نصحح العينة اللي فيها اي اسياخ تسليح، وهتلاقي معامل تصحيح مقاومة الضغط في حالة اسياخ التسليح هتلاقيه في الديسكريبشن في الفيديو. كمان لو كان طول العينة زيادة عن اللازم يا جماعة، الطول الزائد او لو كان طول العينة اكتر بكتير من قطرها، هتلاقي ان ده ضعف العينة وهيديني مقاومة ضغط ضعيفة ولكنها ايضا كاذبة. عشان كده لازم نصحح مقاومة الضغط لو كان طولها زيادة عن اللازم، وهتلاقي معامل التصحيح في الديسكريبشن بتاع الفيديو. في النهاية أتمنى كنت قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكراً.